سريعاً هنطير مع بعض سوا إلى جنوب القارة الأفريقية، إلى كيب تاون، ونفتح الدستور الجنوب أفريقي بيقول أن جنوب أفريقيا تعتمد 10 لغات محلية كلغات رسمية في الدستور الجنوب أفريقي. هذا الكلام المنور معناها أن هذا الدستور يحترم كل الأقليات الثقافية الموجودة، 10 لغات. وهذا الكلام ما يوضع في الدستور يعني بيصدر في المحكمة الحكم بنفس اللغة، التعليم بنفس اللغة، يعني 10 لغات تعليمية، 10 لغات قضائية، من حق أي متهم في أي مكان يأخذ الحكم بلغته. يعني هذا التنوع الكبير خرج من مدرسة العام مانديلا الذي رسخ مفهوم التنوع واحترامه وتقدير الاختلاف. الدستور يجعل كل مواطن بلغته مقدر وموجود. ولو رجعنا ايضا لكاس العالم اللي اتلعب في جنوب افريقيا فاز بيه اسبانيا، كره القدم كان فيها 11 لونا. هذه الالوان ترمز لايه؟ فكروا معايا، ترمز لالوان الاقليات الموجوده والقبائل الموجوده في جنوب افريقيا. احتفاء بالتنوع على مستوى اللغوي، على مستوى الثقافي، هكذا الحياه قائمه على التنوع. لكن للاسف بعضنا يعني بيفكر بتفكير احادي، عاوزنا كلنا قماشه واحده، بصمه واحده، دين واحد، وهذا مخالف لسنن الله ولحقائق الكون. فنتمنى نتعلم من تجارب الآخرين سواء في أفريقيا أو الهند، هناك تجارب رائعة جدا في احترام الكرامة الإنسانية.